تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان شقيقة وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات